السلام عليكم. دي أداة جميلة جدا اسمها نوتريت. ده عبارة عن إيه؟ دي بتسجل الملاحظات وتجمع النصوص من أكتر من مصدر، يعني ممكن تشوف مثلا مرجع وفي كلام يعجبك تبدأ إن أنت تجمع الكلام ده هنا، وبعد كده تعمل معاه شات وتبدأ إن أنت تناقشه بدل ما تقعد تدور لا كأنك أنت معكش GPT وبتناقش معاه، تسأله عن معلومة هو يبدأ يدور عليها ويبدأ إن هو يتجاوب معاك فيها، وتقدر إن أنت تشارك المعلومة أو تقدر إن أنت تعمل سيرش زي ما انت عايز. هو في مزايا كتير جدا، بس اكتر حاجه عجبتني موضوع الشات. يعني ممكن تقول انت مثلا بتحب تقرا روايات كتيره ومجمع مقالات مقصوره، فتقول له انا بفكر في كذا وتبدا ان انت تدردش معاه، فقوه الشات GPT هتبقى موجوده معاك في الموقع دوت.